موجة من الاغتيالات طالت عددا من أفراد الجيش الوطني من قبل عناصر مجهولة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 6 جنود لقوا مصرعهم في أماكن متفرقة خلال اليومين الماضيين فقط. ما يحدث من اغتيالات داخل مدينة تعز يعد اختلال أمني يتوجب على السلطة المحلية أن تربأ بنفسها لعمل خطة من حقها أن تعود بما يضمن سلامة المواطن داخل مدينة تعز. ومثل هذه الاختلالات تحدث شرخة داخل المجتمع وتتيح الفرصة أمام أصحاب الأهداف والمشاريع الضيقة أن ينفذوا مخططاتهم. تثير هذه الجرائم المتكررة مخاوف السكان هنا، وهو ذات الأمر الذي يلقي بظلاله على السلطة المحلية والأجهزة الأمنية التي باتت أمام واقع صعب على ما يبدو هذه المرة. فالتعامل الحازم مع منفذي عمليات الاغتيال بات المطلب الأبرز لأهالي الضحايا. إن دم أحمد بذمتهم إنهم لازم يبحثوا عن اللي قتله، لأنه كان ما يسيبش مظلوم، كان يوقف مع المظلوم دائما، فلازم هم يوقفوا معه. نطالب الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على جميع القتلى والمواطن دائما يستنكر عمليات الاغتيالات من شأن تأمين محافظة تعز. أصبحت المدينة مسرحا لعمليات التصفية والقتل في ظل غياب دور الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي جعل المساحة تبدو يسيرة لمرتكبي هذه الجرائم وضيقة على الضحايا وبقية السكان. مسلسل الاغتيالات مستمر وتجري أحداثه في هذه الشوارع أو تلك في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية ربما أو توسع المساحات المحررة، ما يقلص من دور الأجهزة الأمنية ويبرز ضعفها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.